بمناسبة عيد الأب، نشر الفنان السوري قصي خولي صورة تجمعه بابنه العميد فارس عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وأرفقها بتعليق Happy Father's Day. وما أن نشر قصي الصورة حتى انهالت التعليقات عليه من المتابعين والمحبين وزملائه في الوسط الفني، متمنين له ولابنه العمر المديد ودوام الصحة والعافية. وعلى عكس ما قام به قصي في عيد الأم، إذ عايد زوجته التونسية مديحة الحمداني في ذلك اليوم، غابت هي عن المشهد كلياً، وفي وقت انتظر فيه المتابعون إن كانت ستعايد زوجها أم لا، فاجأت مديحة الحمداني الجميع بتجاهل قصي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن العلاقة متوترة جداً بين مديحة وقصي، وذلك بعد تصرفات الأخير وتجاهله الدائم لها، فضلاً عن الحديث عن علاقة حب تجمعه بالممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم، وانتشار فيديوهات لهما على وسائل التواصل ما اعتبرته مديحة إهانة لها وفق ما قال المتابعون. كما وأضاف الناشطون إلى أن مديحة قررت أن تعامل قصي بالمثل، فعمدت إلى تجاهله وعدم الرد على كل الأخبار التي تتعلق به وبحياته الشخصية. وانتشرت أخبار عدة تتحدث عن نية مديحة بالارتباط بشخص آخر، كانت قد نشرت صورة تجمعهما سوياً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. وما إن شاعت هذه الأخبار حتى عمدت مديحة إلى حذف الصورة مباشرة. وعلى الرغم من توتر العلاقة بين قصي ومديحة، إلا أنه من الواضح أن الثنائي قد قرر إبعاد ابنهما العميد فارس عن كل هذه الأجواء المشحونة، وبالتالي فإن قصي خولي زار الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة ابنه العميد بمناسبة عيد الأب، وقضى بعض الوقت معه، لا سيما أنه في الفترة الأخيرة كان قد انشغل عنه ولم يراه كثيرا بسبب انشغاله بتصوير مسلسل 2020 الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب الممثلة نادين جيم.